دكتور علاوي، دعني أستثمر وجودك معنا. ربما هناك تفصيلات تخص خروج قوات التحالف الدولي من العراق وطريقة تعامل القوات الأمنية اليوم مع هذا الواقع الجديد. هناك تحذيرات كثيرة خرجت وصدرت من خروج قوات التحالف الدولي من العراق، لكن هذا لا يلقى صدى ربما في الداخل، داخل العراق. السؤال الآن، كيف سيتم طرح هذا الأمر؟ هل هناك من يختلف مع الرؤية العراقية حتى هذا اليوم في ضمن هذا الملف على وجه التحديد؟ وهل باعتقادك أن هذا الأمر سيثار ربما أيضا في وسائل الإعلام الأمريكية حول خروج قوات التحالف الدولي من العراق؟ يعني أنا مثل ما قلت لك أنه العراق الآن تجاوز مسألة تثبيت الأمن والاستقرار وينتقل الآن إلى التنمية، وهذا بالتالي ما يجعل مسار قضية التحالف الدولي قد انتهت. يعني تمام دكتور حسين، يعني السؤال الآن لا فقط للتوضيح، هناك من تحدث في هذا الجانب عن خطورة الخروج، أنا أتحدث حول هذه النقطة. لا هذا كلام حقيقة خارج التقييمات الاستراتيجية سواء للحكومة العراقية والحكومة الأمريكية وحكومات دول التحالف الدولي. توقع أن القرار الذي اتخذ من قبل السيد رئيس الوزراء بإنهاء مهام التحالف الدولي وكذلك لاقى ترحيباً واستجاباً من قبل دول التحالف الدولي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، هو قرار استراتيجي كان مهم جداً لإنهاء مرحلة مرت على البلاد 10 سنوات من محاربة التنظيم الإرهابي داعش والصورة الأمنية التي غيبت الصورة المدنية وصورة الاقتصاد وصورة التنمية. الآن السيد رئيس الوزراء يريد أن يعلن بعد سنة ونصف من إدارته للمنهاج الوزاري والعمل الحكومي وعمل الحكومة العراقية حقيقةً أن هنالك عهد جديد للعراقيين ومهام مؤجلة كانت مؤجلة بسبب أولويات الأمن التي ترسخت وأدت دورها قواتنا المسلحة العراقية المقتدرة والقادرة على فرض الأمن وحماية الأمن القومي وفرض القانون، لكن بالمقابل نحتاج إلى التكنولوجيا، نحتاج إلى التسليح، ولذلك نحن الآن نسعى إلى إنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات إلى علاقات ثنائية طبيعية لمرحلة ما قبل سقوط الموصل، وهذا بالتالي ما يتيح للعراق من اقتناء التكنولوجيا كذلك التدريب المشترك وبناء القدرات وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وهذا بالتالي ما يجعل الأمن يصبح مظلة للتنمية ويصبح ساند إلى مسار التنمية ومسار الاستقرار المجتمعي. وهذا ما نلاحظه حقيقة أنه في ليل بغداد، ليل المدن المحررة والمناطق المحررة حقيقة، ترى ليل مستقر يعيش العراقيين بصورة طبيعية جدا، يمارسون طقوسهم الحياتية، وكذلك النهار الذي هو نهار مستقر بصورة تامة جدا، وهذا بالتالي ما يجعل هذه الحياة الآن تتحول إلى حياة اجتماعية واستحقاقات اقتصادية وكذلك بالمقابل استحقاقات تنموية. ولذلك واحد من المقتربات أن العلاقات العراقية الأمريكية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي أن تكون داعمة ساندة، فبالتالي هذه المخاوف وهذه الرؤى حقيقة غير صحيحة، لأن القدرات العسكرية العراقية إن كانت على صعيد القدرات الاستراتيجية والقدرات التكتيكية والقدرات الفنية أصبحت عالية جدا وفعالة، ولكن بالمقابل نحتاج إلى التماس مع الجيوش العالمية من خلال علاقاتنا الدفاعية الطبيعية التي هي علاقات ثنائية سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهي إطار مؤسساتي، ويرتكز كذلك بالمقابل على موافقة البرلمان. وبالمناسبة يعني الآن مباركة البرلمان وإئتلاف إدارة الدولة وكذلك حكومة إقليم كردستان التي أصدرت بيانات مهمة داعمة لخطوات السيد رئيس الوزراء وهو يتقدم نحو الآن نحو البيت الأبيض ولقاء القمة حقيقة، هذه مسار ودلالة على تعافي العراق، دلالة على وحدة القرار الوطني العراقي، دلالة كذلك على التركيز على المصلحة الوطنية العراقية. هنالك الآن العالم كذلك ينظر إلى هذه الطاقة المجتمعية والطاقة السياسية والطاقة كذلك بالمقابل السياساتية التي يقودها السيد رئيس الوزراء من خلال الجهاز الحكومي بعين الاحترام وبعين الدعم وبعين كذلك بالمقابل الدعم المستقبلي للعراق في أداء أدواره التي كانت معطلة ومؤجلة بسبب التحديات الداخلية. توقع أنه هذه فرصة كبيرة للعراق مرة أخرى أن يعود مؤثر في قضايا الطاقة وأمن الطاقة العالمي من خلال الإنتاج النفطي وكذلك الإنتاج الغازي الواحد وكذلك إنتاج الطاقة المتجددة لسد الحاجة الداخلية. طبعا لا نقول نحن الآن نبدأ إلى خطوات سريعة، ولكن بالمقابل العراق عملاق كبير بالموارد النفطية والغازية، كذلك بالمقابل بإنتاج الموارد المعدنية
وكذلك بالمقابل انتاج الفوسفات الذي بدات الحكومه العراقيه بمشاريع استراتيجيه في هذا المجال، وكذلك الحديد الصلب وغيره من المشاريع الاستراتيجيه الاخرى ذات التاثير الاستراتيجي، بالاضافه الى طريق التنميه ونقل التجاره وربط ما بين الشرق والغرب بمسار جديد وهو مشروع طريق التنميه وارتباط وتحويل ميناء الفاو الى مشروع استراتيجي ذات تاثير دولي واقليمي. وهذا بالتالي ما يعني ان العراق تعافى، العراق عائد مره اخرى بقوه، وكذلك هذا ما نريد ان ينعكس حقيقه على مواطنينا، على شبابنا بتوفير فرص العمل وعلى تغيير الحياه الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه بهدف ايجابي، بهدف كذلك ينقل هذا البلد الذي يمتلك حضاره كبيره 7000 سنه، لابد ان تكون له حياه كذلك توازي هذا التاريخ العظيم وهذا التاريخ الكبير لهذه الحضارات هنا في بلاد وادي الرافدين في العراق حقيقة في هذا الإطار. والإطار الآخر هو الإطار المؤسساتي الذي يسعى إليه الآن السيد رئيس الوزراء من خلال عمل الدولة وعودة حيوية الجهاز الحكومي وتعامله مع الأجهزة الحكومية الأخرى.